الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد هو مطلق الثناء أو الثناء الكامل. والحمد باللسان، الشكر قد يكون بالقلب، قد يكون بالجوارح بالعمل. شكر النعمة قد يكون من جنسها بالجوارح دون التلفظ باللسان، لكن الحمد هو الثناء على الجميل كما قالوا باللسان. الحمد مطلق الحمد لله تبارك وتعالى الذي لا يحمد على مكروه سواه. الإنسان إذا أصاب شخصا بمكروه يحمده عليه؟ ما يحمده عليه أبدا. لكن الذي يحمد على المكروه هو الله تبارك وتعالى وحده لا سواه، ما كذاك؟ لا يحمد على مكروه سواه. مهما أصاب الله عبده من مكروه، من ابتلاء، من مرض، من شدة، من قبض، فالعبد الحقيقي العبد لا ما يزال يحمد الله سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل حين. الحمد لله رب العالمين. رب العالمين، رب العالمين، افتح حاصرتين وضع داخلها جميع الأكوان والمخلوقات التي تعلمها في هذا الوجود والتي لا تعلمها. الحمد لله رب العالمين. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. ما قيمة هذا الحمد من عند الإنسان؟ لا أقول ما قيمة الآية، لا أقول ما قيمة هذا الحمد من هذا الإنسان الضعيف الذي لا يساوي شيئا في هذا الكون. ما قيمة هذا الحمد؟ الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى حمد الحامدين؟ ها؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. الله سبحانه وتعالى هو الغني، ليس بحاجة. الغني هو الذي لا يحتاج إلى أحد، إلى غيره في أي شيء. ما حاجة الله سبحانه وتعالى إلى حمد الحامدين؟ لكن الله سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نتقرب إليه. يعني هذا الحمد لنا نحن في حقيقتنا، الله سبحانه وتعالى غني عنه. الحمد لله رب العالمين. الحمد على آلائه، الحمد على نعمائه، الحمد على ما وهب وعلى ما أعطى في الظاهر والباطن. الحمد على نعمة الإسلام والتوفيق والإيمان، على نعمة القرآن، على نعمة النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في هذه الأمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الحمد في كل صغيرة وكبيرة. الحمد لله رب العالمين. إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. إذا تقع عند الله سبحانه وتعالى رغم ضآلة هذا العبد إلا أنها تقع عند الله موقعا، لأن الله سبحانه وتعالى أرادها من عبده أن تقال.